السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الخير الخوت، كصبحتوا بخير عليكم، كلشي مزيان، ما كاين ما يشوش، الله يحفظكم ويجيكم. بالنسبه للشنيبرات كيف العاده طلقناه مع الخروج طار الشوكي، راهو شتو ها هو جاي، انا نغز ليه دابا باش يهبط طار الشوكي. اللهم بارك طار الشوكي وبياس اخرى، جوج بياسات الخوت اللي طاروا، جوج الشوكي وبياس اخرى. نتمنى انه ما يضيعوش، نتمنى انه ما يضيعوش. ها هو الاخ، ها واحد هو هبط، ها هو الدفلي هو هبط، باقي الشوكي الخوت الشوكي راه باقي ما هبطش، راه طاير ما عرفتوش فين هو الشوكي، باقي نتمنى انه يجي. ها هو هو جاي، ها هو جاي الخوت، ها هو جاي، ها هو جاي، ها هو الشوكي، ها هو غادي نعاونو، غادي نعاونو نخرج شي بياسة من هنا. طوبي طير صاحبي، جيب لنا الشوكي، طير طير طير، جيب لنا الشوكي، تانتا طير صاحبي، طير، تحركو شوية، تحركو، ها إلا بقى بحال هكا غيتلف. فين هو الشوكي؟ فين هو؟ راهو هابط في ديك الدار الخوت، في ديك الدار الصفرا، شوف هاد الدار الصفرا هابط. حنا غادي هو جاي الخوت، هانتوما هو جاي شتو، راه تلف. غنشد هذا باش غادي نطيرو ليه، هذا انا شديتو، سمحوا لنا على هاد التصوير. راهو فين هبط؟ فوق البارابور، شوف راه فوق البارابور الخوت، فوق البارابور. هاو ان شاء الله يتم جاي لهنا. هذا الشوكي ديال تيفلت اول طيره ليه، طارو جوج بياسات. هاو كيشوف هنا، كيشوف هنا، ان يمكن الشنابرة كيفرفر الله اعلم، نتمنى انه ما يضيعش. او تا الشوكي راهو فين علا، شتو 100% هذا غيمشي لتيفلت، اضربني تران بلا فران، 100% راه هو فين مقوص، راه فين مقوص، بان ليا بحال ولا كيعلي الشوكي، بدا كيعلي. والذكر ديال الحنقوره طلقته ما عرفتوش فين عطى الراس. شنبوك جا الخوت، شنبوك جا، قسما بالله حتى جا شنبوك، اللي مشى ليا الخوت جا شنبوك. دخل الخوت شنبوك، الدفلي جا، هو طار، اقسم بالله حتى جا. نطيح الخوت، هو شنيبر الشنيبر اللي مشى ليا، ها هو الشنبور اللي مشى ليا، هو جا الشنبور الخوت جا، الحمد لله الشنبور جا، الشنبور اللي مشى ليا ها هو جا. واحد فيهم دخل الشنبور جا الخوت، الشنبور جا الحمد لله، دخل الخوت، الشنيبر جا، الشنبور الدفلي هو جا، الشنبور الدفلي هو جا الخوت، الشنيبر ها هو جا، راهو شو دخل شنيبر الخوت الدفلي، راهو ما مصبوغش، شتوه راه هو جا الحمد لله. خصنا نلوحو ليه دابا ياكل، ان شاء الله. دخل شنيبر الدفلي، ويلا بغيت نقول لكم اللي يمكن شنبور الدفلي، راهو الخوت الشيه هو اللي ملهي، الشيه راه ما مصبوغش، نخليه باش ما نبرزطوش. الحمد لله شنيبر الدفلي جا، والشوكي راه باقي تالف هنايا، راهو الدفيلي، راهو الدفيلي الخوت، الدفيلي ما مصبوغش، راهو شتوه، راهو هو اللي ملهي، هو غادي يجي وغادي نهبطوه ان شاء الله. الشوكي فين هو؟ الشوكي ان شاء الله غادي يجي بعدا. واش نبيرا وجا يا ربي، دخل ندخل الطوبي باش ما يبرزطوش. دخل وما عرفتش دابا شنو غندير شنيبير. دخل الحمد لله الشنيبير جاب بوحدو الخوت، الله العظيم جاب بوحدو، الحمد لله الشنيبير جاب بوحدو،
دخل وانا هبطو غا الطوبي. دخل بغيت نبين ليه الشرابة خفتو ليه يتخلع. بغيت نبين ليه الخوت الشرابة خفتو ليه يتخلع. الشوكي راه مازال تالف هنايا ما بقيتش رد ليه البال. نسيت الشوكي الخوت، نسيت الشوكي مني جانا الدفلي. انا غنزومي ليكم الدفلي الخوت، انا نزومي من هنا. سمحوا لنا، راه هو اللي من ليه الشوه، هو هذاك راه هو اللي من ليه، هو هذا الطرفاني كاع راه ما مصبوغش، هو الطرفاني. انا نصور لكم بوحدو، ها هو بوحدو. دخل حنا غنديروا ليه شي لعيبه دابا. خليكم معنا، لا تقطعوا ولا تستقطعوا. ندير ليه الميها طيره بكراس، خلعوا. ندير ليه الميها الخوت، خليكم معنا. حنا غادي نديروا ليها الميها، ربما يكون عطشان. يكون عطشان، ماشي ربما، يكون عطشان. دخل عندك لا يطير، هاي يطير غادي نتقلق بزاف كاع. دخل شوف الحين، نشوفو خصنا نمشيو نجيبو التليفون الاخر نصورو به. راه هو مسكين كيشوف. دخل غير يمكن شاف الماء، على ما اظن شاف الماء. دخل دخل الخوت. امشي نجيب التليفون ونجي الاخر نصور به. الله يرحم لكم الوالدين. انا ستر الخوت طلقت واحد اربعه ذكور ولا مع خمسه اللي كنت طلقت. راه واحد الدفلي راه هو الفوق من الذكور ديال السباقات، هذا هو الفوقاني اللي عنده الوليدات. طلقت وكاينين شي ثلاثه راهم طايرين وانا هبط بحالي نعس. هادشي اللي كاين، نخليو الشنيبرات راهما كيتشمشوا. ها هما ثلاثه السوم، هما ثلاثه ديال الذكور هما هادو. قلت ربما يبداو يحنقزو هنايا، ربما يجي ربما الدفيلي اللي بان قبيله ربما يجي. يلا الخوت مشي فحال ينعس، يعني مادام جا الشوكي دابا ماشي ميمكنليش نبقى نتسنى الاخر يقدر يجي يقدر ما يجيش. الدفلي يقدر يجي يقدر ما يجيش. الشوكي دابا راه هو فوق الشجنه مع الحميمات، راهم مسرحين جناحهم كيتشمشوا. صافي نهبط نعس فحالي، نهبط كيف قلنا الخوت، نهبط نعس فحالي حتى لديك ثلاثة إن شاء الله. وغادي نطلع وغادي نفيريفي نشوف، ربما نلقاو الدفلي جا. إلا جا غادي نشدو ونصبغو إن شاء الله بحالو بحال خوتو. يلا الخوت تحية لكم، إني أحبكم. الخوت كيف لاحظتو الشنبور بقى هابط ديالي، بقى هابط ويطير ويهز بوحدو. يلا دابا هبطت نجيب التليفون، كنت كنصور بواحد الشقيف هو باش كنت تنصور هذا، خليتو كيتشارجا. الشنبور مشى ليا لهج، لا سحبني بوعميره، سحبني شو هو. كاين اللي نعس لا والو اليوم، ما كاين اللي نعس لا والو. ليها ليها الشنبور مشى الخوت، طار بوحدو، بقى بوحدو مع الشنابر وطار ومشى لهاد الجهة. تلقى مع واحد الحمامه وقعد معاه، عرفت فين عطى الراس. والشوكي ما بانش، الشوكي حتى هو راه ما بانش، الشوكي الخوت راه ما بانش. حنا غادي نسمرو على الشنبور الدفلي، خاصني نهبطو ان شاء الله باش ما كان خاصني نهبطو. هاد ولاد الحرام هادو طلعوا لي الدم بالطوبيل الاخر، ما طاروش كاع، ما داروا حتى شي بديره والو. عباد الله ناعسه وانا يا فايق. الشنبور الدفلي بعدا الحمد لله راه باقي واحد تالف. الشوكي فينا هو؟ راه ما بانش الشوكي، راه هابط مور هاد الديور هادو. حنا غادي دابا نديرو واحد اللعيبه، غادي نشدو دابا شي بياسه باش الا بان لينا الدفلي ولا شي واحد غادي نفرفرو ليه ان شاء الله بإذن الله. خليكم معنا، لا تقطعوا ولا تستقطعوا. ها انتم الخوت راني دايخ والله العظيم، تضايخ اقسم بالله تضايخ يا ربي. بعدا الا جاني غير هاد الدفلي هذا اللي ما مصبوغش راه بيه خير. نتمنوا عاوتاني يضرب الدوره يرجع، حيت مادام هبط ما هبط، كون هبط من هنايا كون دخل، كون هبط من جهه سبوتنيك يهبط يدخل يكون فيه الجوع. هبط من لهيه، وكنت عارفه كديجا وقعت ليا واحد العام شنبور شحال وتالف ليا وجا وهبط وطار ومشى بحاله، من تما مابقيتش كنشوفو. كنتمنى من الله عز وجل يجيب لي غير هاد الشنابير هذا، ما بغيناش نضيعو بزاف. الشوكي حتى هو ما كرهناش يجي، الا بغى يجي حنا غادي نتسطاو معاهم وصافي. غنشد شي بياسه دابا هنا، ولا نخرج شي بياسه من الدكور، نخرج شي بياسه اللي غطير. ها واحد البياسه هي معليه، هو الدفلي اللي لا لا لا، دا بياسه كبيره، هذيك بياسه كبيره.
نخرجوا شي بياسه اللي غطير وتهبط خليكم معنا. انا طلقت هاد الربعه الخوت هاد الربعه الحميمه طلقتهم ربعه ديال الذكوره طلقتهم قلت ربما يبان الدفلي ان شاء الله يجي لهنا ويهبط. ها هما يا الشوكي راه هو ما بانش الشوكي باقي ما بانش. ها واحد الدفلي جاي راه هو شتو ها واحد الدفلي جاي. يلا الخوت انا غادي ندير بوز ربما يكون هو. خليكم معنا الله يرحم الوالدين. الخوت ها الشوكي هو الشوكي هو جاي هو جاي مع الحنقوره الشوكي هو جاي ها هو ايه نيشان هبط عند النسيب لا لا هو جاي هو جاي هو جاي هو جاي شتو هو مع الحنقوره هو مع الحنقوره يا ربي يا ربي جيبو. بالنسبه للدفلي راه ما بانش الخوت الدفلي باقي لحد الساعه ما بانش وان شاء الله كنقول غادي يجي. انا كنقول ان شاء الله غادي يجي تنقول ان شاء الله غادي يجي. فين هو الطوبي الشوكي باقي مع الطوبي ها الطوبي هو جاي بوحدو الطوبي جاي بوحدو ما عرفت فين تلفو غيكون هبط لهاد الجي هبط عاوتاني. بعد الشوكي راه كيدور غير هنا ان شاء الله غادي يجي ان شاء الله غادي يجي. خليكم معنا تنشوفوا النتيجه ونتمنوا من الدفلي يا ربي يا ربي الدفلي ما بغيتوش يضيع لي داك الشنبور يا ربي يجي. حنا كنتسناو من اليوم غنعس ان شاء الله ما غاديش ننعس. الخوت ها هو الشنابي راه هو جاي هو جاي ها هو جاي التليفون ما لقيتش كيفاش نشدو ها هو جاي شو 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 غادي يهبط شوف 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 كان يهبط عندك خينا هو الطوبي بعدا الطوبي هو راه مرجل معايا الطوبي الله يرحم ليه الوالدين الطوبي بعدا راه مرجل معايا الله يرحم ليه الوالدين الطوبي مرجل معايا راه هبط في ديك الدار اللي فيها السيما هبط تماك الطوبي بعدا الله يرحم ليه الوالدين بعدا راه مرجل معايا حنا كنتسناو راه هو بيكا تماك وشوف الشنبور هبط وها هو خوه خوه هو كاين وهبط حدا خوه واخا هكاك ومع ذلك طار خوه راه هو الخوت ومع ذلك الشنبور مابقاش بحال تقول مابقاش عاقل على الدار مع هبط من السجنه من لهيه بقى حتى طار مسكين بوحدو هادشي اللي كاين. حنا كنتسناو الشوكي يجي راه هو فين هابط لهيه غنوريكم فين هابط راه هو شتوه الدار اللي فيها السيما راه هي العاليه الدار اللي فيها السيما العاليه حدا البارابور جنب البارابور على يدك اليمن ديك الدار العاليه راه هو مبيكي تماك الشوكي هو غيجي غيجي ان شاء الله الشوكي انا بان لي الشوكي غيجي هو جاي 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 هو جا الحمد لله الشوكي هو جا الخوت ها هو جا الشوكي هو جا جا ولا ما جاش هايدي نشوفو هايدي نشوفو غنطلع فوق الكرسي المتحرك هو هذا ايه بسم الله راه الشوكي جا الحمد لله لاحظت الخوت هو الشوكي راه جا الحمد لله مشى تلف هو كيجي عليه البدعي ها هو الشوكي جاي شو شو هاهو مور الصندوق تخبى باش ما تشوفوهش حشمان الحمد لله. دابا شكون بقى لينا بقى لينا الخوت الدفلي الدفلي اللي ما مصبوغش هو اللي بقى لينا راه باقي تالف بعدا واحد من دوك الشنيبرات اللي مشاو ليا القدام راه كاين دابا راه صافي هادي 3 ايام ولا 4 ايام تقريبا باش تالف شي 3 ايام ولا 4 ايام باش تالف. دابا راه فين ما كتبان ليا شي حاجه عيني راه تقرقشوا مع النعاس وليني راه فين مشى مشى لهاد الجي مشى مشى ما دارش بحال مشى للبحر فهمتي الخوت بحال مشى للبحر. وكنقول انا والله اعلم يقدر يرجع داك الشنبور لانه مادام هبط مادام هبط كنقول غادي يقدر يرجع ان شاء الله يا ربي تيسر ولا تعسر. هو خو راه هبط حدا خو المشكل هبط حدا خو الشوكي شيكو ما درتش لينا التفرفيره ديال الذكر شديت واحد الذكر بديت كنفرفرو ليه ما تنظنش بانه غادي يكمل راه كان جاي بحال بغا يدور بديت كنفرفر ليه عاد زاد كمل ويبيكي فوق السجنه الحمد لله. هاو شوف شوف سحبني الزرزوره والله الا الزرزور سحبني حمامه كنت نقول لكم هو الشنبور جاي. يلا نتمنوا الخير الخوت الله يرحم لكم الوالدين اللهم يسر الجميع وتحيه لخوتنا وحبابنا كاملين في ارض الوطن وخارج الوطن كاع يعني الناس اللي كتسول فينا وتحيه عاوتاني كبيره الاخوان كاع اللي كيحبونا واللي كيسالوا علينا والناس كاع اللي كتعيط لينا تنحييهم في ارض الوطن وخارج الوطن. حنا نتسناو دابا واحد شي شويه ربما يبان الدفلي ربما الا ما بانش نقدر نخرج شي حمامات اللي كيكونوا باسلين في الطيران غادي نخرجهم ان شاء الله ونهبط بحال الناس باش ما نضيعش الشوكي هو راه هبط دابا الشوكي اللي كنا خايفين عليه اول طيره ليه راه هبط ها هو الخوت هو هذا هو واحد السبوتنيك ها هو ها
هو هذا الحمد لله. دابا بقى لينا داك الدفلي، الدفلي خاصو يجي ان شاء الله الا بغى الله، الا بغى الله خاصو يجي ان شاء الله. يجينا بعدا غير الدفلي، غنمشاو لينا جوج سنيبرات، يجينا غير هذا، هذا اللي هبط دابا بيكا خاصو يرجع. اما لقيت كي ندير ليه الخوت هبط من لهيه، هبط من لهيه وصورته بالتليفون الاخر، هذا راه طاح ليا الخوت، واخا ما بغيت. ها نشوف شوف شوف، ها التليفون ها باش صورته بهذا، هذا ما كيصورش مزيان وطاح ليا التليفون، ضربته برجليا ما شفتوش، ها واحد الحمامه بيضاء شتوها، سحميه صلصاليه، طاح ليا التليفون. ودابا هذاك دوك الفيديوهات اللي صورت جوج طروفة ديال الفيديو تنلوحهم في الواتساب لهذا، وعاد غادي نمونطيهم نلاقيهم ان شاء الله. يلا فين كدفلي فينك؟ نهبط فحالي النعس راه خدام الليل. ها هو اذكر الله، اذكر الله، اذكر الله، سحبني اذكر الله، ها هو اذكر الله، التم جاي دا فوق الديور، الله يتسحبني حمامه على رقبتي. راه ما تنكذبش عليكم الخوت، الله يتسحبني حمامه، كنت نقول لكم الدفلي جاي. يا الله يا ربي يا ربي يجي، يا ربي يجي. هاد الصباح صباح جميل، الشميشه خصني نهبط النعس، اوبليجي خصني نهبط النعس. غنخرج شي بياسات وغادي نهبط فحالي النعس ان شاء الله، هادشي اللي غادي ندير. ديك الساعه الا كان في الرزق راه غادي يجي، الا كان في الرزق ربي كان مكتب لي داك الشنبور كان فيه الخير بالنسبه ليا راه غادي يجي، ما كانش فيه الخير ما غاديش يجي، حيت ربي راه كيعطينا غير الخير، كان شي حاجه خيبه من انفسنا، قدر الله ما شاء فعل. ها الناس اللي خلاو الشنابر يتلفوا ليا هو هادو، ما كاين حتى مشكل، ما غاديش نلومهم، راه كيف قلت لكم كانوا خدامين كيطلعوا داك القصدير وكانوا كينقصوا فيه، وخدامين ديال خدامين، وكيف قالت لي بنتي خدامين بليمون، وليمون صداع 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 دايرين صداع غر غر غر، داك الشيء يعني صداع صداع بالنسبه للمعقول. ديك العشيه الحمام ما قدرش يهبط، وباتوا لي الحمامات دوك الشنابر الكبار باتوا لي على برا، الغد لي هما جاو كاملين، واخا باتوا على برا، بات شي 12 الحمامه اللي باتت على برا، ومن وهاد الجوج هادو، الجوج الصغار ما جاوش والكبار راه جاو. يلا نتمناو الخير، غنزيدو نخرجوا شي بياسات. يلا تحياتي ليكم. الخوت حنا عاود رجعنا ليكم، طلعت مع العشرة ما لقيت والو، كيف لاحظتوا راه الشنيبير كان جا وهبط، ومع ذلك بحال ما بقاش عاقل عليا، نسى عليا دغيا، ومشى طار بوحدو، وطلعنا مع العشرة ما لقينا والو، الشنيبرات لقيتهم هما هادوك، هادو اللي خرجت لقيتهم هادوك، وما علينا. فاش طلعت دابا قبيلة صليت الظهر قبل ما نبدا نصور، كنحسب هاد الشنيبرات كنلقى جوج ناقصين، الله اعلم. دابا راه خصني نحسب 14 شنبور، هادو خصني ندخل دابا الشنيبرات. تا جابني تاج، شدي شدي الشوكي غيطير، شدي اجي فاطم الزهراء، زيدي يا بنتي زيدي، الله يرضي عليك. شتي شتي صافي واخا، كل 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 هادو كل 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 هنا راه زدنا واحد جوج وليدات الخوت، ما تدخليش ما تدخليش، زدنا واحد جوج وليدات اللي هما هادو اللي كانوا عند الدوكو، هو هذا الدفلي وهذا، دونك خاصنا نحسبوا بهم 16 شنبور ان شاء الله، الا خاصنا نحسبوا واحد الله لا شريك له، ها 3 ها 4 ها 5 ها 6 6 6 ها 10 10 11 ها 12 ها 13 ها 14، دونك جوج اللي ناقصين كيف قلت لكم الخوت، جوج اللي ناقصين يمكن جوج اللي ناقصين على ما كنظن، نعاود الحساب نحيد هاد الجوج ما نحسبهمش باش ما بقاش ندوخ. واحد الله لا شريك له، 3 4 ها 4 و 4 8 9 10 11 12 13، دونك شنبور واحد اللي ناقص. قبيله راه كانوا جوج شنيبرات اللي ناقصين من هادو، دابا راه ناقص شنيبر الخوت. واحد الله لا شريك له، 3 4 ها 4 و 4 هي 8 9 10 11 12 13، دونك 13 شنبور اللي كاينه هنا مشكله، اللهم الله المستعان، 13 شنبور الخوت اللي كاينه 13. غادي نشوف فوق الشجنه دابا، غادي نشوف فوق الشجنه كيف لاحظتوا قبيله في الصباح الشنبور جا الدفلي، يعني دوك جوج شنيبرات اللي كانوا ناقصيننا جا واحد فيهم، وهذاك اللي كنت كنتمنى بانه يجي جا وهبط بوحدو فوق الشجنه وصورته، وسمحوا لي على داك التصوير داك
واحد الفيديو غادي نلصقو معاه ما غاديش نمسحو انه مقلوب. هذاك الفيديو الخوت اللحظه اللي تقلب وهي فاش ضربت الوقافه كنت كنجري كنت حاط تليفوني وانا ضربو برجليا ضربتو برجليا صافي طاح التليفون تقلب بها باش مشيت جبت التليفون الاخر صورت بيه. هادشي اللي كاين حنا غادي نشوفو شنو واقع. خل مكاينش الخوت شنبوغ ناقص عاود شنبوغ اليوم قبيله راه طلعت قبيله لقيت جوج لي ناقصين الشوكي راه طار كيف قلنا الشوكي راه طار في الصباح وتلف لهاد الجي وعلى وهذا ما علينا بقى حتى جبتو فرفوختي وجبتو وطلعت مع ديك الجوج ما طلعتش معايا التليفون باش نصور كان اون شارج كان كيتشارجا صليت فقط صليت وديت صليت طلعت كنحسب الشنابه كنبقى جوج لي ناقصين وشكون واحد فيهم اللي كنت جبت هو هذا الدفلي هذا فين هو الدفلي فين هو هذا الدفلي هو اللي كياكل الخوت هذا اللي كياكل راه ما كانش قبيله هذا الدفلي هذا راه ما كانش يعني راه عاد جا يعني راه عاد جا كان تالف عاد جا ودابا راه باقي ليا شنابير واحد شده بنتي شده باقي ليا شنبوغ الخوت ما كاينش أكفس وقت الخوت هو ديال الولاد أنك تفرخ الولاد وتصدقهم ويطيروا عندك راه شحال من واحد كيمشيو للولاد وما تيقولهاش والله العظيم كيمشي للولاد وما تيقولهاش علاش كيحشم ولا ما تيخاف يعني يقول لي بنادم راه شديت لك الولاد ديالك كيضيعوا ولا راه الولاد كلشي كيضيعوا ليه الولاد كلشي راه اللي ما تيقولش كيضيعوا ليا اللي ما ضاعش لي شويه كيضيع ليه بزاف هذا ما كان يلا تحياتي لكم. كيف كتلاحظوا الخوت هادو شني بغات طلقنا 14 الوليد اللي كنا طلقنا في الصباح سير وليدي اللي سير 14 الوليد ها اللي بقاو منهم هادو راه ناقص منهم اليوم عاود واحد اليوم شنايبير واحد ناقص شكون هو لحد الساعة الله أعلم ما نكذبوش على الله باقي ما عرفش شكون هو بالنسبة لدوك المكلخين بجوج راهما كاينين المكلخين كاينين شكون اللي ناقص بالنسبة للحمام ديال تيفلت راهما كاينين بربعة راهما جوج من لي فيغان صوفر راهو الشوكي راه الأحمر كاين هذاك لا ما اه صافي عرفت شكون اللي مشى سبحان الله والله العظيم لا سبحان الله أنا. والله العظيم اقسم بالله لا سبحان الله والله العظيم لا سبحان الله سبحان الله شنبو اللي مشى ليا خو هذاك اللي كان جا في الصباح ومشى شنبو اللي جا في الصباح ومشى خو هو اللي تلف يعني هاد الجوجه كتعطيني مكلخين مشى الاول هو مشى الثاني مشى خو والله العظيم الا خو هو اللي مشى هو اللي ما كاينش خو هو اللي ما كاينش دابا يلا مشى الاول تلف قلنا ماشي مشكل راه جا في الصباح هو اللي صورت لكم في الاول بالتليفون الاخر بالعظيم الاخر راه هو اللي صورت لكم سير قلبوا على الشنابور قلبوا لي على الزمرت انتوما بقاو
تصمروا عليا هنايا. كنتعصب الخوت في هذه الناحيه ديالنا، كنتعصب لان كتبقى توكل كتوكل وكتشرب ودير الدواء ودير الزمر ودير هذا ودير هذا، في الاخر كتلقى الولد كيمشي لك. هذا هو المشكل هنا. انا فين كتقطع عليا الدم؟ حنا هادو غادي ندخلهم، ما غاديش نبقى نخرجهم يتشمشوا، لان داك التشماش عندي ندير الطريقه ديالي. التشماش تيخرج عليك؟ عندي الطريقه ديالي. هادو غادي نجد باباهم غنسجنهم حتى يقصح واحد تيشو، غادي نخرجهم غادي يطيروا يضربوا دورات غادي يهبطوا. اما باش نبدا نخرجهم هو باقي صغير، كيطير كيبقى غادي مدهسس كيبقى غادي حيت ما عندوش العقل، كيبقى غير غادي نبدا تحبني. واش شي واحد جا؟ واش فهمتي الخوت؟ هادشي اللي كاين. حنا غادي ندخلو هاد الشنيط بغات هادو، اولا غنخرج الدوكو اولا غندير ولا غنتاحر ولا غنمعد شنو غنضمر شنو غندير. جوج ديال الخوت، جوج ديال الخوت كيمشيو بجوج بيهم والله الا جوج ديال الخوت. ولا ما غندخلوش نخرجو الاخرين ياكلو، غنخرجو الاخرين ياكلو. غادي ندير الحديده بعدا هنا باش ما يدخل عندي حتى واحد. عندي هاد الكرياج هذا، ندير هاد الكرياج هنايا باش ما يدخلوش عندي الدكور. هاد الدكور دابا طايرين، ماشي بزاف طايرين، شي حاجه قليله. نعطيو لهادو ياكلو باش يشربو ويدخلو ينعسو. اكلوا نعلف نعلف باباكم بالخاص تمشيو. كولوا كولوا اكلوا كنعلف العباد الله. اكلوا كولوا وليداتي كولوا، نتوما اللي جات معاكم كولوا. حنا بدون نتعصبوا. اجي حركه بنيتي واش نخلط لهم المويه ديالهم، المويه نعطيهم غير المويه عاديه دابا. ما دابا غياكلوا غادي يدخلوا بحالهم، ياكلوا ويدخلوا بحالهم ان شاء الله. من بعد غادي نعطي لهادو هما ديال البروديكسيون ياكلوا، ونوريكم الخنشه شحال بقات فيها ديال الماكله. دابا الخوت غنبقى نحاول، شوف غنبدا نحاول نشجن، ما حد غنبدا نحاول نشجن شويه. ما راه الا طلقناهم غطلقناهم غيتعلموا ليا الكارو. واحد الحمام راه هي واحد الحمامه لا 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 كيف قلنا راه بحال غادي يدير الوليدات، غطلقو غادي يمشي يبدا يتكيف يتعلم الكارو ومن هذه الكارو. اللهم نشجن باباهم صافي، غنبقى نطلقو من الراب في يومين من الراب ثلاث ايام ان شاء الله. دابا كيف قلنا الخوت نوكلو هاد الحليمات تجيب لي هنا. اجي نوريكم الخنيشه شنو بقى فيها. ها الخنيشه الخوت، ها هي ها الخنيشه، ها هي وصلت للارض كيف كتلاحظوا، ها هي وصلت للارض، ها هي هادشي اللي بقى فيها. راه تقريبا كانت فيها شي 30 كيلو تقريبا. صافي بلاتي بنتي بلاتي، انا الخوت كيف كتلاحظوا
لا راه ما نسمش. حنا وكلنا البركة هذه اللي هنايا وكلناها، والله يدير لي فيها الخير يا ربي، يدير لي فيها الخير. والله إلا غير تعرمات علي هاد الأيام من جميع النواحي، ما نكذبوش على الله، وخا ما نقولش المشاكل ديالي، وإنما تعرمات عليا من جميع النواحي. والله العظيم إلا بحال إلا متفقين عليا، قسما بالله الوقت بحال متفقة عليا. هادشي اللي كاين دابا، وكلنا هادو واحد شويه حنا غادي نشربوهم إن شاء الله. وتحية لخويا فتاح مخزومي وخويا جلال مكروم، وما نساوش البطل الكبير ناصر الدويله خرجي بنيتي. البطل الكبير ناصر الدويله، وما نساوش خويا جهاد وصابرينا واحد حمامه هي هذا، خويا سامر تلفت وبقيتش عاقل كاع عشان عندك، وكان شي واحد اخر الله تيكون حيد الحمام، نحلف عليها بالله الله تيكون حيد الحمام، وكان شي واحد اخر. عرفتي راه فين كطلق الولاد كيبداو يمشيو لك جوج بثلاثة جوج يلا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. الخوت كيف كتلاحظوا كل واحد كنعطيو حقه. ندخلوا دابا هادو الوليدات شني بغات راهم كلاو تقرعوا الحمد لله، ندخلوهم اشتي دخلي 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 بابا ريشة عندك هنا في راسك. ولا كان فيهم الخير الخوت كيف كنقولوا، دابا نخرجوا شويه الدكور هذو اللي كاينين هنا ياكلوا. بس الباب ولا بلاش انا نعطيهم ياكلوا باش نخرجوهم، راه عندهم الخدمه نخلي لهم الباب. خد 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 اختك توصيهم. انا سي ما كنضحكش يا بنيتي، انا ما كنضحكش، ملي كتكون كيكون طالع لي الدم انا ما كنضحكش. طب نخليو هاد الوليدات ياكلو بقاو دكر خرج ماشي مشكل. اجي كركا بنتي امشي وليدات الكبار هاد الدوكو خليهم ياكلو ان شاء الله، لانه غادي يضلوا خارجين اليوم هاد العشيه كامله باش يجيبوا لي الوليدات. غادي نخرج هاد الدكوره ديال الحنبوره الدوكو، طلع لي الدم الله العظيم، طلع لي الدم بالله الجليل قسما بالله تطلع لي الدم. نخرج الدكوره ديال الحنبوره ربما الله يعلم. يلا الخوت تحية الخويا خالد الحاج أحمد حتى هو، والأخ ديالو هشام، تحية خويا رضوان والاخ سمير البطل ناصر الدويله، الناس ديال الكويت، وتحيه الناس الموالاة ديال الامارات حتى هما المغاربه المقيمين بالامارات، وتحيه للجامعه الخوت
غنبقى بحال هكا راسي نهار غادي نتفورا. وكيف قلت لكم الخوت في الحقيقة والله ما نكذب عليكم هذاك الشنبوغ اجي قربي حدايا باش الشنبوغ اللي جاني الخوت في الصباح وجا وهبط وبقى تقريبا واحد ثلاثة دقائق حتى ربعة دقائق انا مشيت هبطت كنت قلت تحت وجبت التليفون قبل ما نأكتيفي هو يطير طار بوحدو هذاك قلقني قسما بالله تحرقني في قلبي بهذا باب الله هذا قسما بالله انه جا وقال لي ها انا وانا مشيت عاوتاني تقلقت كون ما بانش كون مشى غبر ما بانش غنساه وليني فاش جا وعاود مشى تماك غيرني قسما بالله غيرني هو خوه دابا مشى خوه هو اللي مشى دابا دابا هما الخوت بجوج دابا ثلاثة تشني بغاتني ماشي ليا ثلاثة جوج خوت واحد ما خوهمش يلا الخوت تحية لكم وسمحوا لي راه شوية مربج غنتسنى شوية غادي نبقى هنايا دابا راه تقريبا ديال الربعة د العشية غادي نبقى هنا حتى الخمسة ونص عشان نبغي نمشي للخدمة عاد غادي ندردب بحالي ربما يبانو الوليدات الله أعلم يلا الخوت تحياتي لكم إني أحبكم والله يرحم لكم الوالدين لا نسيتي حاجة إن شاء الله حتى الغدا وبالنسبة لواحد الفيديو راه غادي نلقاوه مقلوب هاد الفيديو راه لقيتوه الفيديو راه في الأول راه مقلوب راه غادي نمونطيه نلصقو يعني راه التليفون ضربتو برجلية عليها تقنع الفيديو يلا الخوت تحياتي لكم غتعطي شي تحية وتحية للجميع الموالع كاع اللي كيفكروا فينا وكاع اللي متبعينا تحية ليهم تحية بغيت نعطي تحية لعمي سمير وعمي جهاد وعمي ناصر الدويلة وعمي جلال مكروم وعمي فتح مخزومي وعمي رضوان وعمي خالد والحاج احمد وعمي هشام وعمي رضوان وجميع الموالي الا بقيت كندير في التحيه راه ما غاديش نسالي الى فيديو قادم بحول الله الخوت وغدا ان شاء الله هنا معكم غدا غادي نشوفوا القصه ديال هاد الشنابر هذا شنو كاين يلا الله ما قراه نبقى معكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهده ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.